لو تاني معاه الانترنال شكله فين؟ في طبعا عليه لينف نود لينف نود لينف نود لينف نود كتير قوي. في عضله من اول يا جماعه معديه تحت المانجول اسمها دايجاستريك ماسل. والدايجاستريك ماسل برضه دي ليها انتيرو بيلي وليها بوستيرو بيلي. مين بقى اللي معدي هنا اول على الانترنال جاجلر فين؟ البوستيرو بيلي. في لينف نود اهي بقى قاعده عند الطلاق الاول. عند طلاق البوستيرو بيلي ودايجاستريك مع الانترنال جاجلر. في لينف نودايه مهمه متسميه. لينف نودايه عند طلاق الجاجيولر مع الدايجاستريك يبقى اسمها ايه؟ جاجيولو دايجاستريك لينف نود. اهلا وسهلا هتطلعها ازاي دي بقى؟ اهي كان اسمه ايه الحته دي؟ طلاق البودي مع الريمس كان اسمها الانجل. انزل كل واحد يحسها بنفسه. جاست بيلو and behind the angle of the mandible. Just below and behind the angle of the mandible هو ده مكان الجاجيلو دايجاستريك ليمف نود. ليها اسم تاني على فكره. اسمها تونسيلر ليمف نود. ليه؟ نسبة لأهم حاجة دريننج ليه؟ دايما هي اللي بتكبر ساعة ما يجي لك تونسلايتس. تبص ليها كده كبيرة هنا هون جاست بيو اند بيهايند ذا انجل اوف ذا ماندبول. ماشي فالجاكو دراجاستريك ليمف نود او التونسيلر ليمف نود جاست بيو اند بيهايند ذا انجل اوف ذا ماندبول واناتوميكالي عن طلاق البوستيرو بيو دراجاستريك مع الانترنال جاكولاتي. في واحده تحت بتسمى ايه؟ اسمها ايه بقى دي؟ ده اسمه انت فعلا؟ ده بيمثل الانترنال جاكولاتي فين؟ معدي عليه مين؟ انترميديال تندون اوف اومو هيل. عند الطلاق ده بالظبط في ليمف نودايه اهو. طلاق الانترنال جاجيولر مع الاومو هيل. يبقى ليمف نودايه اسمها ايه؟ جاجيولو جاجيولو اومو هيل ليمف نود. ما لهمش علاقه ببعض اللي فوق دي واللي تحت. لا على فكره اصل اللي فوق اللي هي جاجيولو ده جسم بتصب في ال تحت اللي هي جاجيولو اومو هيل. ودي يا جماعه مهمه قوي بالنسبه لنا كجراحين. لان من الحاجات الكومن يعني بتحصل كتير بالذات في مدخنين السجاير كانسر تانك. اول ما تلاقي كانسر تانك من اوائل الليمف نود اللي تروح تحط ايديك فيها الجاجلو ده جسمك تلاقيها كبيره. وراها روح حس الجاجلو اومو هايويد هتلاقيها كبيره. لان يا جماعه الجاجلو ده جسمك والجاجلو اومو هايويد دول درينج الطن والتونسل والليمف بروح على الجاجلو ده جاستريك ومنه على الجاجلو هومو هايويد. فلو في مالجنسي طالع على الجاجلو ده جاستريك على الجاجلو هومو هايويد بعد كده. فدول بيتجمع فيهم كل الليمف بتاع الطن. ده يا جماعه بالنسبه ل التقسيمه بتاعت ابر ديب ولور ديب سيرفايكل. بس بص بقى كده وان كلينيكال ليه الليمف نود يا جماعه هو اللي بتعمل جاب فين ده خط دي بتستخدم اسبايد بس عليه ليمف نود كتير 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 فكلينيكالي بقى اباف ذا ليفل اوف كريكويد كارتريج يبقى الليمف نود اسمهم ايه؟ ابر دي هتلاقي في ليمف نودز دي بتستخدم اسبايد مستخبيين بس كمان في شويه ليمف نود متبحترين هنا على الانتيرو بوردر اوف ستيرم اسبايد وفي شويه ليمف نود متبحترين اهو ورا البوستيرو بوردر في السيرم اسطوري. فالليمف نود اللي عملت لنا جاجلر فين دول؟ دي في السيرم اسطوري معظمهم مدفونين. بس كمان في شويه ليمف نود انتيرو للستيرم اسطوري وشويه ليمف نود بوستيرو تو السيرم اسطوري. اللور ديب سيرفايكل. اللور ديب سيرفايكل نفس الحكايه. في ليمف نودز دي في السيرم اسطوري. مدفونين تحتيها مستخبيين. بس بص بص بقى معظم الليمف نود فين؟ معظم اللور ديب سيرفايكل اللي هو يا جماعه ورا الستيرم اسطوري. تحس بنفسك. ورا الستيرم اسطوري دي بقى انت هتلاقي حفره. حفره فين دي يا جماعه؟ حفره فوق الكلافيكل يا رجاله. حيث انها فوق الكلافيكل تبقى سوبرا كلافيكولار فوس. والليمف نود اللي ورا دي اسمها سوبرا كلافيكولار ليمف نود.
ودي مش مجموعه لوحدها. السوبر كابيكولا الانفينود دي جزء يعتبر بوستيرور بارت اوف لور ديب سيرفايكل. بوستيرور بارت اوف لور ديب سيرفايكل. انت اللور ديب سيرفايكل دي اتفقنا بيلوز ليفل في كريكويد كارد. معظمهم ديب وستير ماستوري. و بعضهم البحتر بوستيرور وستير ماستوري. فالبوستيرور بارت اوف لور ديب سيرفايكل ان ذا سوبرا كليفيكولار فوسا از كولد سوبرا كليفيكولار ليمف نودز. ماشي؟ ده يا جماعه بالنسبه للسيرفس اناتومي اوف سيرفايكال ليمف نودز والترابيزه بتاعتنا اللي كانت عباره عن انر سيركولار تشين ودايز رينج ومن بره اوتر سيركولار تشين اللي هي محوطه الهيد دايرين داير ثم رجلين الترابيزه واحده في النص ميديان واثنين على الجناب اللي هم الابر واللور ديب سيرفايكال على اللاترال ازمه. ماشي؟ فده ازاي اعرف اماكن الليمف نودز.